How are your Arabic listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? رجل يتصل بعيادة الطبيب. في أي وقت عليه أن يكون في عيادة الطبيب؟ مرحبا، كيف أستطيع مساعدتك؟ في أي وقت تغلقون اليوم؟ نحن نغلق في الساعة 6:00، ولكن هل يمكنك المجيء قبل 5:30 لو سمحت؟ حسناً، شكراً. في أي وقت عليه أن يكون في عيادة الطبيب؟ رجل يتصل بعيادة الطبيب. في أي وقت عليه أن يكون في عيادة الطبيب؟ مرحباً، كيف أستطيع مساعدتك؟ في أي وقت تغلقون اليوم؟ نحن نغلق في الساعة 6:00، ولكن هل يمكنك المجيء قبل 5:30 لو سمحت؟ حسناً، شكراً. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.